كل سنة وانتو سالمين، اهلنا الجزائر، وكل سنة وانتو بخير، وطن العربي كله بخير ان شاء الله. اليوم 60 سنة بالضبط على استقلال الجزائر وحريتها من الاستعمار الفرنسي، يعني بشكل رسمي 60 سنة عن طرد الاستعمار الفرنسي. 60 سنة يا جماعة. طبعا الجزائر نالت استقلالها عام 1962 بعد سنوات من العذاب. ما فينا حاليا غير نقول كل سنة وانتو سالمين عن استقلال الجزائر، مر 60 سنة، يسعدينكم، انتو ابطال والله، طالعتوهم كرفتي كرفتي. فكيف الابوعة حلوة؟ انا اليوم حبيت البس ابوعة لانه اليوم رح اعمل رد فعلي عن شي ضخم وقوي. اليوم رح نشوف مع بعض استحراق جيش الجزائري. اليوم ما بعد رح نشوف الفيديوهات اللي انتشرت عن استعراض العسكري وعن شغلات حلوة عن الجزائر، فخلوكم جاهزين رح نشوف فيديو سوا. فبلشوا إذا حطوا لايك، اشتركوا القناة، وإذا روحتوا تابعوني انستغرام يا جماعة، شفت جبت الفكرة، متابعين انستغرام، فتابعوني هناك، بعد أي شغلات تحبوها أعملها. عفكر رح نبلش فيديو سوا. أوكي بلشنا. سيبدأ الجزء الجوي للاستعراض بتشكيلات تزين السماء. اول شيء تحياتي للرئيس الجزائر. ثاني شيء يا جماعه، انا بصراحه والله العظيم بدي احكي لكم شيء، انا مو انه تسليك او شيء، لا والله يا جماعه، والله العظيم اقدر اجيب حب طيران الميك، واللي ما بيعرف هيك صار لي هالاسبوع عم بحضر عنه كيف هيك بيتدرب، وبتعرفوا تدريب الميك وهدول الطيارات الحربيه كيف تدريبهم. اخ يا جماعه والله شيء بيخلي الواحد في فوبيا معلم خالص. اجتمعت اكثر من 100 طائرة ومروحية ما شاء الله في اجواء منطقة الاستعراض بالجزائر العاصمة لتحلق بانساق منسجمة. يسعد دين التحليق يا باشا، والله انا بحب الطيران، انا كان نفسي اصير طيارة. ومنظومات علم الجزائر، القدرة القتالية والعمليات العالية لقواتنا الجوية. سعدين، بتعرفوا انه الجزائر ترتيبها يمكن الثانية الثالث على العرب بالقوة والتحضير الاسلحة والجيش لصقور الجيش الوطني الشعبي. كفو. ومدى تحكمها في هذه الوسائل الجوية. هذول مين؟ هذول اللي حرروا الجزائر يا جماعة؟ والله اكتبوا لي، والله بظن هذول انا ما بعرف. يتقدم الاستعراض الجوي، يلا تشكيل مسد. 6 طائرات للتدريب القاعد والمتقدم من طراز لام 39 لتزيين سماء العاصمة بألوان الراية الوطنية رمز الهوية. هي يا جماعة يؤديه نصور الجو لشاوس وفاء منهم للعلم الوطني. يا جماعة والله بحب طيرة، رمز الأمة ووحدة الشعب، وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار. شوفوا هدول يا جماعة، تعرفوا هدول اللي بالطيران يعملوا استعراض قديش بيتعزوا؟ يا حرام. نحن سادة الجو، فروع الوطن، فلا راية تعلو فوق رايتنا في هذا. مين شاف الاستعراض يقول لي، شافوا على الواقع. هاي فوق العاصمة. شوفوا شوفوا يا جماعة، طيران، هذا طيران حربي هذا. كيف ما شاء الله عم يمشوا مع بعض، ولا 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 هيك يعني ولا خربطة، ما شاء الله شهادة، مدربين منيح. يتقدم أمامكم تشكيل لثلاث طائرات للنقل التكتيكي سين 130 بمحرك مروحي والموجهة للدعم اللوجستي للقوات، الإسقاط الجوي للقوات والمعدات. هذول دعم، هذا مو طيران تبع سفرايا يا جماعة، حربيات هذول. تجسيدا للتحكم والاحترافية في بلادا، ميزة قواتنا الجوية في تنفيذ مهامها نهارا وليلا. الطيارات دفاع الجوي يا جماعة، اليوشين 78 ما شاء الله، شلون هذا؟ هي الطيارة هي شايلة الطيارتين يعني مع بعض ولا شلون؟ سوخوي 30 وفي نفس التشكيل عملية المراقبة الجوية لهذه المهمة. ما شاء الله، ايش كم طيارة عندكم يا اخي؟ عندكم قدرة طائراتنا المناورة على التحليق والنفوذ بأكبر قدر ممكن من الزمن في الجو بعد التوغل في عمق العدو وضرب مؤخراته وتدمير قواعده. ايوه هيك يا باشا هيك. هذول هي شايلتن ولا هذول تحتن يا جماعة؟ مشان الله
هاي الاستعراض العسكري يا جماعة، الجيش الجزائري يا باشا، كأنه هذا اللبس القديم اللي حرروا في الجزائر ولا شلون؟ اوه عرفته، اي سلاح هذا؟ عرفته يو، السلاح اللي العب فيه بالكول اوف ديوتي يا جماعة، هذا كتير قوي السلاح، ام بي 40 والله اقسم بالله عرفته يا، اي سلاح قوي كتير السلاح، اوف العب فيه يا جماعة، هذا عطول العب فيه. بس لا هذا بظن يا جماعة الأسلحة القديمة صح، هاي اللي حرروا فيها، ما أسلحة قديمة هذول، لأنه حتى اللبس مبين قديم صح. يو ام بي 40 يا الله يا، ايش ايش قوي السلاح هذا يا جماعة والله العظيم. وهذا ايش معه كار؟ أسلحة هيبة يا باشا، أسلحة هيبة. ليش ما في صوت؟ بدي صوت. تمثلون ذخيرة الأمة. أيوة. وسر القوة والتجدد فيها. أيوة. والذين بنات. على كاهلهم حماية مكاتبهم. بس هدول غير بنات يا معلم، هدول يشاهدون تقدم الدرب لطائرات القوات الجوية. ما شاء الله كم طيارة؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 15 16 21 وخمس طائرات للتدريب القاعد لطيران النقل. ما شاء الله. يلي مربع أشبال الأمة مربع القوات. استعراض رهيبة والله، استعراض هذا محضرين له من زمان. ها ترى والله الأرضي رفقة الرائد كنكوب أحمد، ويمثلانه طلبة الأكاديمية العسكرية لشرشال. ما شاء الله. أوه استعراض شو اسمه، شوفوا العالم ما شاء الله، شوفوا يا جماعة الدبابات يا ذكر سوريا، كل ما أشوف الدبابات يا جماعة، أنا عشت أيام حزينة بسوريا على فكرة، كان دبابات في شوارعنا، لا لا والله بدي أبكي. تخيلوا دباباتكم تقصفكم، صعب صعب. نحن على طول هيك، ايش يصير فينا نضحك يا جماعه؟ الحمد لله. مين هذا عم يصور؟ هذا عم يصور العاليه لقواتنا الجويه والمستوى العالي في مجالات التدريب والتحضير القتالي. يا جماعه احب الاستعراض العسكري، انا اموت بالاستعراض العسكري بصراحه، حسوا هيك قوه، حسوا في قوه، تقولوا عنا هذا الجيش القوي ما حد يقدر لنا. الله هاي غير دبابه. وفي اجواء منطقه الاستعراض طائرتان بدون طيار من طراز في اش، بدون طيار عندكم كمان بدون طيار. في اجواء الاستعراض تشاهدون تحليق طائرتين بدون طيار، هاي استطلاع طراز في اش بي، هي استطلاع يا جماعة كشف بس خفيف، ما نشوفها صغيرة كمان، وكشف وتحييد الأهداف الثابتة المتحركة بفضل تجهيزاتها الحديثة وأسلحتها المتطورة. طائرة أثبتت من خلال مهامها المنفذة ليلا ونهارا قدراتها العملياتية العالية مع ضمان السرعة الفعالية والدقة بتنفيذ المهام الموكلة. ما شاء الله. والآن أمام المنصة الشرفية وحدة فرعية من دبابات القتال تي 72 المعصرنة، وهي دبابة قتال رئيسية تتخصص لتدمير الأهداف المدرعة وخفيفة التدريع. أخي الشهيد الله يرحمه كان يسوق بردي أم ودبابة، الله يرحمه فادي جمال أخي الشهيد، حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعة مو شفت هيك العساكر وهيك ذكرت أخي والله، ها البردي ام، هاي بردي ام يا جماعة. يليها تقدم رد وحدة فرعية بقوام سرية مشاة آلية على متن العربات بي تي ار 80، وهي عربة قتالية مزولبة ناقلة للأفراد مزودة برشاش مركب على البرج، وكذا بمنظومة لإطلاق والله كفو يا أخي المضادة للدروع. ما شاء الله، شنو هذا؟ شنو هذا اللي زي راه؟ استعراض عسكري نار يا جماعة، شفنا كل شيء.
مسطحة مما أكسبه المكيف على شاحنة تقبه سرية المدفعية المضادة للدبابات. اوه هاي MT-12 المكيف على شاحنة مسطحة هي مضادة للدبابات؟ لا ما شاء الله عندكم يا اخي انتوا اسلحة. هذا البيكيسي يا جماعة هذا كما العب فيه بالكول اوف ديوتي. جماعة هون العب كول اوف ديوتي فالعبة كل الاسلحة هذول ما شاء الله مجربون بس مجربون على الواقع. والمدافع ذاتية الحركة والعربات القتالية وكل الاهداف الاخرى المدرعة. مسكين هذا ما نشف الحلقة يا والله اللي عم يحكي مسكين الله يعينه. لا غواصات كمان غواصات حربية حتى قتال بحري فيه ما شاء الله والله ما شاء الله. اوه دوشكا دوشكا يا جماعة هذا لا يا جماعة يمكن نسكم ما تعرفوا تمام. هذا الدوشكا مضاد طيران يا جماعة هذا طلقته هيك 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 طلقته هيك 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 ما شاء الله يعني اذا فادت هذا اذا فاد بالبني ادم طلقته يا جماعة بتسويه فتوش سلطة. مصممة للتنقل في مختلف التضاريس والمناطق الوعرة يليها الآن عربات رباعية الدفع مدولبة مرف يعقبها منظمة سلالم من الاقتحام وتعتبر من أحدث المنظومات التي أثبتت لا والله كلها كلها حديث ما شاء الله والله كله حديث. آه يا جماعة مثل بوبجي. قوات خاصة. تعرف. آه ما شاء الله زد حاله هذا. أنا هيك زد حالي بكول أوف ديوتي يا جماعة. يا جماعة. قوات خاصة أقوى شيء. أوه. كفو والله يسعد دينكم يا شيخ. يسعد دينكم على هالهبوط الأسطورة. شو هذا يا جماعه شوف شو الفرقابه الغرابان متعددي المهام على الميمنه الغراب الظافر وعلى الميسره الغراب الفاتح من اللواء البحري 51 الغرابات هذه كانها العلم بالعكس ليش هيك لا تقل قوه ولا شراسه عن سابقتها اذا كذلك كشف وتدمير كل الاهداف المعاديه السطحيه والتحكيميه ايش هالعلم الابيض يا جماعه انا ما بعرفه شوفوا الاستعراض العسكري السفن يا جماعه أوف ما شاء الله ما شاء الله انا عامل تحت المي كمان ايش هدول انا اللي عجبني اكتر شيء كله نفس اللون يا جماعة وملاحظين انتو اللون الدبابات الاسلحة وكل شيء يعني لونهم على لون الرمل صحراوي يعني هذا بالصحراء هيك يخربش العدو جدها لون نفس لون الرمل انا ما اظن هيك يا جماعه ما بعرف السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه وزير الدفاع الوطني نهايه مراسيم الاستعراض اللواء سيدان علي المشرف العام على مراسم الاستعراض كفو كفو يسعد دينكم يا شيخ اشو هذا والله انا تعرفوا احكي لكم الصراحه والله العظيم استمتعت كثير بالاستعراض العسكري يمكن شوي الفيديو طويل كان ما بعرف قديش رح يطلع بس حاولت اختصر لانه هو كمان ساعتين بس حبيت كثير من افخم الاستعراضات العسكري اللي انا شفت عساس شفت استعراضات ثانيه يعني اساسا بفضلكم صراحه يا جماعه انا بحب شيء اسلحه شيء اسمه طيران شيء اسمه قصف ما شاء الله على استعراض عسكري حبيت كثير فان شاء الله هيك يكون عجبكم الفيديو انتوا ايش تطلبوا مني انا بعمل لعيونكم انتوا بحبكم شوك بحبكم كثير كما قلت شادي لا تنسوا يا جماعه تتابعوا على انستا تحت وتشاركوا الفيديو بكل مكان بحبكم سلام.